ومن بعده في مسلسل كلمة سر سنة 2016 واللي خلاها تحصل على العديد من الجوائز. أنا لا إله ولا نبي، أنا مجرد واحدة بتحب. لطيفة بتمتلك حب كبير من الجمهور واللي سندها في حفلات كبيرة ناجحة في أعرق المسارح العربية والعالمية، من قرطاج، جرش، مصر، لبريطانيا، فرنسا وغيرها من البلدان. أهيم بتونس الخضراء حبا فاق عن ظني أهيم. النهاردة معانا سفيرة تونس وسفيرة المرأة والفنانة والإنسانة لطيفة العرفة. خلي قلبي ديما ديما غادي روحي في الحومة العادي. دموعك عزيزة علينا يا عايشك ودموعك زينا. ألف شكر للي عمل المونتاج، بجد عامله من قلبه. انت من اولها هكا بس بكيني مانيش عارفه من بعد شنو باش يصير. والله خاطر الاولاد هذوما كلهم كلهم زملائي، يعني عبد الباسط تحفه، خالد الاولاد الكل تبارك الله عليهم، يعني حسيت بنجاحي اكثر، يعني تحفه. احنا على اتصال من سنين، من اول ما بديت، من ايام الرشيديه، من ايام سعلي السريتي الله يرحمه، من ايام ما كنت نمشي لل كل هالمسيره مش من فراغ، بالتاكيد مش من فراغ. والحمد لله يا ربي، نحمد ربي برشا، فرحانة يعني، نفرح برشا، نبكي برشا، نفتخر برشا ببلادي، بتربيتي، بتكويني في تونس من الأساتذة اللي أنا تعلمت منهم، من زملائي. فهذا الكل بطبيعة يبكيني ويفرحني ويزيدني فخر ديما. وأحنا زادة عايشة، وأحنا لطيفة نفتخر زادة. لطيفة ترجع بجديد، ترجع لنا بغنية يا للي، غنية محسوبة صحيح، أحمد شيبة فنان ناجح لمسا